إذن حيث كنا في الفيديو السابق سأعيد كتابة معادلة الزنبرك أو النابض. كتبت القوة هي الكتلة ضرب التسارع، وكنت أقول إذا كانت X هي اقتران لتي، ما هو التسارع؟ حسنا، السرعة هي مشتقة لتي بالنسبة للزمن، وتغير في الإزاحة خلال التغير في الزمن، وتسارع هو مشتقة السرعة أو المشتقة الثانية للإزاحة. إذا نأخذ المشتقة الثانية لX بالنسبة إلى T. إذا لنكتب المعادلة بهذه الأطراف، سأمسح هنا كل هذا وسأحتفظ بهذا حتى تتذكر عن ماذا نتحدث طوال الوقت. لنرى إذا كان بالإمكان المسح هنا. هذا جيد، حسنا، لنمسح كل هذا. حسنا 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 كل هذا، وهذه أيضا. حسنا، هذا جيد. الآن لنعود إلى العمل. إذن نعلم هذا، أو على الأقل نعلم أن التسارع هو المشتقة الثانية لX كاقتران لتي. إذن يمكن إعادة كتابة هذه الكتلة ضرب المشتقة الثانية لإكس. سأكتب هذا. حسنا، أعتقد أسهل رمز ستكون المشتقة الأولى لإكس وهي المشتقة الثانية لإكس كاقتران للزمن تي، وسأكتب رمز الاقتران لتتذكر إنه هذا الاقتران، هذا يساوي ناقص كي ضرب إكس لتي. وما تراه هنا، ما كتبته، هذه معادلة تفاضلية. إذن ما هي المعادلة التفاضلية؟ حسنا، هي معادلة حيث في تعبير واحد أو في معادلة واحدة على الجانبين من هذا، لا يوجد لديك فقط اقتران لكن هناك مشتقات للاقتران. والحل للمعادلات المشتقة ليس رقم فقط، أليس كذلك؟ الحل للمعادلات التي قمنا بها في الماضي هي أرقام أو مجموعة أرقام أو ربما خط. الحل للمعادلات التفاضلية هي ستكون عمليا اقتران أو عدة اقترانات ومجموعة من الاقترانات. إذن سيأخذ بعض الوقت لتفهم هذا، لكن هذا مثال جيد وممكن التعويض فيه. ولنحل المعادلة التفاضلية بشكل تحليلي، سنستخدم الحدس والفهم لما قمنا به في الفيديوهات السابقة. سنستخدم ذلك لتخمين الحل لهذه المعادلة التفاضلية، ومن ثم إذا كانت مجدية سيكون لديك حس أكبر، ومن ثم سنعرف ما هي الإزاحة عند أي زمن معطى للكتلة المربوطة في الزنبرك أو النابض. إذن هذا مثير، هذه المعادلة التفاضلية. عندما رسمنا الإزاحة، حدسنا للإزاحة على الزمن، حدسنا يخبرنا أن جيب التمام للإقتران مع مدى الاتساع لـ A، قلنا أنها A حيث أوميجا، حيث هذه سرعة الزاوية. حسنا، لا أريد أن أخوض في هذا الآن، ستفهم أكثر خلال ثوان. والآن ماذا يمكن عمله لنفحص هذا التعبير؟ هذا الاقتران لنرى إذا كان يتماشى مع المعادلة. حسنا، إذا قلنا أن X لـ T
تساوي الإلكترون X التي يساوي A جتا جتا أوميغا T. وما هي المشتقة لهذا؟ المشتقة الأولى لX التي، ويمكن إظهار هذه الفيديوهات للمشتقات لتتذكر هذا. حسنا، هي المشتقة لما في الداخل، إذن ستكون أوميغا ضرب العدد الخارجي A ضرب أوميغا، ومن ثم المشتقة، أنا فقط أقوم بقاعدة السلسلة، مشتقة جتا التي هي ناقص الإشارة في الداخل، سأضع الناقص في الخارج هنا، إذن هي ناقص الإشارة لأوميغا تي، لأوميغا تي. حسنا، ومن ثم إذا أردنا المشتقة الثانية، إذن هذا هي المشتقة الأولى، المشتقة الثانية التي سأقوم بهذا بلون آخر حتى لا يصبح أخلط بين هذه المشتقة وهذه المشتقة. إذن ما هي المشتقة هذه؟ هذه فقط ثوابت. إذن المشتقة لما في الداخل وهي أوميغا، نضرب الأوميغا في العدد الثابت ونحصل على ناقص A. إذن هذه تساوي ناقص A أوميغا تربيع، ومن ثم مشتقة الجيب وهي الجتا، لكن الناقص هي ما زالت ناقص. إذن حسنا، هذا سيساوي ناقص جتا الأوميغا تي، جتا الأوميغا تي. الآن لنرى إذا هذا صحيح. إذن إذا كان هذا صحيح، سنقول إم ضرب، سنقول إم ضرب إم ضرب المشتقة الثانية للتي، المشتقة الثانية لإكس للتي. إذن هذه ضرب ناقص ناقص A أوميغا تربيع ضرب جتا جتا الأوميغا تي، وهذا سيساوي يساوي ناقص K ضرب الإلكترون الأصلي، ناقص K ضرب الإلكترون الأصلي، وهذا يساوي ضرب هذه. إذن هذا يساوي A، لقد نفذت المساحة. أتمنى أنك فهمت هذا. استبدلت الأولى للأولى والمشتقة الثانية في هذه، وعوضت X بالنسبة لT. وأعتقد هذا هو هنا. والآن لدي هذا، لنرى إذا كان بالإمكان إعادة الكتابة. يمكن التخلص من النابض هنا، أنا أبحث عن الفراغ، لا أريد التخلص من هذا. هذا سيعطينا حس عن ما نقوم به. أتمنى لو كان هناك لوح أكبر اليوم. سأمسح النابض على أمل أنك تتذكر هذه الصورة في عقلك، وعمليا يمكن مسح هذا أيضا، ويمكن مسح هذا، يمكن مسح كل هذا، وسيكون هناك مساحة من دون التخلص من المنحنى هنا الذي استغرقت وقتا في رسمه في الفيديو السابق. حسنا، لنعود إلى العمل. سأتأكد أن القلم يعمل. حسنا، ما قلناه من ثابت، من ثابت النابض. إذن أعدنا الكتابة، كتابة القوة كالكتلة ضرب التسارع، ونحصل على هنا، وهذه معادلة مختلفة، وكتابة التسارع كمشتقة ثانية. ومن ثم خمنت أن هذه الإكس بالنسبة للتي اعتمادا على الحدس في الرسم، خمنت
ومن ثم أخذت المشتقة الثانية لهذا، هذه المشتقة الأولى وهذه المشتقة الثانية، ومن ثم عوضت المشتقة الثانية هنا وعوضت الاقتران هنا، وهذا ما حصلت عليه. ولنرى إذا كان بالإمكان تبسيط هذا. وإذا أعدت كتابة هذا سنحصل على MA أوميجا تربيع جتا لأوميجا تي تساوي ناقص كي اي جتا الأوميجا تي جتا الأوميجا تي. حسنا، هذا يبدو جيدا الآن. لنرى يمكن أن نتخلص من إشارات الناقص على الطرفين. ونتخلص من A ويمكن تقسيم الطرفين على A. لنكتب هذا بالأسود حتى نمسحه. إذا تخلصنا من A على الطرفين، يتبقى لدينا هذا، ومن ثم لنرى لدينا M أوميجا تربيع جتا أوميجا تي كي جتا أوميجا تي. إذن هذه المعادلة فيها شيء صحيح. إذا كان شيء صحيح، ما هو؟ هذه المعادلة صحيحة. إم أوميجا تربيع أو أوميجا تربيع أوميجا تربيع، أعتقد دائما أنسى، هذا سيساوي كي. أو طريقة أخرى، إذا أوميجا تربيع تساوي K على M، أو أوميجا تساوي الجذر التربيعي لK على M. إذن ها هي، إذن أوجدنا ما هي X بالنسبة لT. قلنا أن المعادلة التفاضلية صحيحة، إذن هذه هي X بالنسبة لتي، وأوميجا تساوي هذا. إذن الآن أوجدنا الإقتران الفعلي الذي يصف الإزاحة لزنبرك أو النابض كإقتران للزمن. إكس بالنسبة لتي ستساوي، كنا محقين في هذا، هذا سيساوي A جتا اي جتا، وبدلا من كتابة أوميجا يمكن كتابتها كالجذر التربيعي لكي لكي، الجذر التربيعي لكي على ام تي. هذا مدهش بالنسبة لي. لدينا الآن، لم نستخدم تفاضل معقد لحل المعادلة التفاضلية، والآن يمكنك أن تحل لأي زمن. الآن نفذ الوقت، لذا أراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.